أنا أعتقد فعلاً أنه هم الآن في عنق زجاجة، يعني هم الإسرائيليين وصلوا، لابد أن يكونون قد وصلوا إلى قناعة أنه لا فائدة مطلقاً من الاعتماد أو انتظار فعل يأتي من الحليف الكبير الولايات المتحدة الأمريكية تجاه إيران. إيران عفوا الولايات المتحدة ماضية في طريق التفاوض. المشكلة الأساسية أنهم في مرحلة، هذه المرحلة الحرجة، ما زالوا لحد الآن لم ينفضوا أيديهم نهائيا من الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هم لا يريدون إغضاب الشريك الأمريكي في أي عمل منفرد، يريدون ضوء أخضر من الشريك الأمريكي للبدء. هذا يذكرني بالضبط بما حصل في سنة 67، يعني في 67 كانت أيضا الولايات المتحدة مترددة كثيرا في منح الضوء الأخضر لإسرائيل للقيام بالهجوم، نظرا لارتباط نظام عبد الناصر ذاك الوقت بالسوفيت وكل التداعيات المعروفة. حتى منحت أمريكا هذا الضوء الأخضر، يلا تحركت إسرائيل. المشكلة هنا لدينا الآن أن الولايات المتحدة لا يبدو أنها ترغب في منح هذا الضوء الأخضر، لأنها ما زالت تعتقد أن ربما العمل الإسرائيلي سيعرقل، إذا ما نقول سيلخبط، كل عملية التفاوض بينها وبين إيران. لهذا هي لا تريد بأي شيء أن يعكر صفو هذا التفاوض. من جهة ثانية إسرائيل تشعر بالرعب من احتمالية فعلا وصول طهران إلى السلاح النووي. طبعا أنا لست متأكد إذا كان كلام بنت حوالي 3 أشهر أو 6 أشهر أو حتى سنة صحيح، أم هو مجرد عملية حث واستعجال للولايات المتحدة وإثارة رعب في عواصم المنطقة. يعني لا أحد يتأكد، أنه كل هذا وارد، وارد أن يكون الكلام صحيح ووارد أن يكون فيه كثير من المبالغة أو شيء من المبالغة. واقع الحال أنه إسرائيل أصبحت تتحرك شوقا للتحرك العسكري المنفرد الآن، بعد ما تأكد لديها أنه لا أمل مطلقا في أي تحرك آخر دولي ضد إيران، على الأقل في الضغط على إيران بشكل فعلي من أجل وقف برنامجها النووي. طيب، ولكن هنالك نقطة مهمة.